اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب سباحنا سباح نادي الاهلي ومنتخب مصر محمد سامي بيشو. اهلا يا محمد. اهلا وسهلا سهلا. منور قناه النادي الاهلي ونتمنى لك كل التوفيق. منورك ربنا يخليك. محمد عملنا تقرير كده نعرف الناس اكتر عنك وعن انجازاتك اللي فاتت. خلينا نشوف التقرير ده مع حضراتكم ونرجع تاني. يستعد محمد سامي ميشو لاعب النادي الأهلي ونجم المنتخب الوطني للسباحة لخوض بطولة إفريقيا والمقرر إقامتها بالعاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 11 وحتى 17 من أكتوبر المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم المزمع إقامتها بمدينة فوكوكا باليابان خلال شهر يونيو من العام المقبل. ويخوض ميشو بطولة القاهرة الصيفية خلال الفترة من 29 من سبتمبر الجاري وحتى 6 من أكتوبر المقبل بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي كإعداد جيد للبطولة القارية. ويمتلك نجم الأهلي الصاعد بسرعة الصاروخ مسيرة حافلة من الإنجازات خلال الفترة الماضية، والتي كان من أهمها حصوله على لقب أفضل سباح في إفريقيا عام 2020، إضافة إلى أنه اللاعب المصري الوحيد المتوج بميدالية في بطولات العالم بعدما حصد برونزية بطولة العالم للناشئين بسنغافورة، كما توج بفضية بطولة العالم العسكرية عام 2015 بكوريا الجنوبية، فيما حصل على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية في دورتي 2015 و2019 في منافسات السباحة 50 متر ظهر. وظهر تألق ميشو في بطولة إفريقيا 2018 والتي أقيمت بالجزائر وحقق فيها 11 ميدالية ذهبية، وحصل على كأس أحسن سباح في البطولة، كما أنه حطم 5 أرقام قياسية إفريقية خلال هذه البطولة القارية. وخاض النسر الأهلوي سنوات دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية واستطاع حصد العديد من الجوائز الخاصة بدور الجامعات الأمريكية، وظهر بمستوى مميز للغاية. وينتظر نجم القلعة الحمراء مستقبل باهر ومشرق، ويعول عليه مسؤولو السباحة المصرية الكثير من الآمال خلال الفترة المقبلة للمنافسة على حجز تذكرة التأهل لأولمبياد باريس عام 2024.